السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق اللي هو عباره عن مقرونيه. لهذا الغرض كنحتاجو المقرونيه النوع اللي كتفضلوا نتوما. انا اليوم اختاريت هاد المقرونيه اللي عباره عن شكل بابيون او ورده. هذا هو الشكل اللي اختاريت اليوم. بالنسبه للصوص كنحتاجو طماطم، انا اختاريت هنا 3 ديال المطيشات، واحد بصيله صغيره، مركز الطماطم، طامات البنه، شويه الكفته، شويه القزبر مع الدنوس، توابل. هنا عندنا شويه تحميره، شويه الملحه، شويه الخرقوم بلدي، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الزنجبيل، واحد الراس ديال الثومه، وبطبيعه الحال كنصبوها بالزيت البلديه. اول حاجه كنصاوبوها هي لاصوص. باش نحضروا لاصوص ديالنا اللي غادي نرافقوها مع ديك المقرونيه، كنشدو، انا هنا درت 3 مطيشات حمرين، كنحكهم في الحكاكه ديال المطيشه، واحد بصيله صغيره، بصيله صغيره هي كنحكها في الحكاكه رقيقه، كنحك داك الرويس ديال الثومه حتى هو، كنديرهم في كاسرونه، كنخليهم يتقلاو مع شويه ديال زيت العود. ملي كيتقلاو لينا مزيان كنضيفو ليهم التوابل ديالنا اللي سبقنا وذكرناهم. ملي كنضيفو التوابل كنحاولو نمرقهم واحد شويه بالماء. كنقطعو القزبر المعدنوس ديالنا، كنقطعو صغير، كنضيفوه، ونضيفو ليهم المركز ديال الطماطم، ونضيفو ليهم دم البنه. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال نسلقو لي بات ديالنا. لهذا الغرض كنحتاجو الماء دافي ولا طيب، والطنجره اللي غادي نصبو فيها الماء دافي، وغادي نلوحو فيها هاد المقرونيه ديالنا، وغنضيفو لها واحد القليل من الملح وملعقه صغيره ديال الزيت البلديه، نخليوها تسلق المده الكافيه اللي غتسلق فيها هذا البابيون ديالنا، واحد 10 دقائق، ومن بعد نتلاقاو. لاصوص ديالنا ديال المطيشه والبصله كما قلت لكم، ومركز الطماطم والتوابل راه وجدات. دابا غندوزو المرحله ديال ان نشدو الكفته ونديروها على شكل دوائر صغيره، ونلوحوها فوق هذا لاصوص باش حتى هي يلاه طيب وتشرب لينا، ودخل معاها هذيك العطريه وطيب كما تنقولوا. ملي حنا الكفته ديالنا درنا على هذا القياس وخليناها حتى هي كطيب معاها. كما كتشوفوا هذه هي البابيون ديالنا راه كتسلق. كما قلت لكم كنديروها في كاسرونه مع شويه ديال زويته ديال زويته بلديه وشويه المليحه، كنخليوها تسلق، نتلاقاو ملي تكمل التسليق ديالها. ملي كنحسو بها صافي راه هي تسلقات، كنشد واحد شويه ديال الزعتر كنحكو بنيديه غير باش تعطينا هذاك المذاق ديال الزعتر. ها هي شفتو البابيون ديالنا صافي راهما تسلقو. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نحطو الطبق ديالنا. هنا بالنسبه للسليق ديال هاد لي بابيون غيكون كفاني ما بين 10 حتى 12 دقيقه صافي. ملي كنحسو به صافي راه تسلقات مزيان كنشدوه كنصفيو، كنصفو بهذا الشكل. سمحوا لي البخار ديال الماء طلع على الكاميرا، و مهم قطعت الفيديو باش
باش حاولت نعاود نصور لكم الشكل ديال هاد البابيون ملي كيتسلقوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا لي بات بابيون بلاصوص مطيشه والكفته. وهنا انا في التزيين في الاخر درت شويه ديال وريقات ديال القزبر وحطيت معاه رافقته بشويه ديال الفرماج محكوك حيت كاين اللي كتعجبو يمجز بين المذاق ديال لي بات والفرماج الاحمر او جبنه الصفراء. انا كنفضلوه هكا حيت وليداتي كيبغيو ليا بالجبنه. كنتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم ويرقكم. الى عجبكم الطبق ما تنساوش تضغطوا على الزر لايك وتابونوا معنا في لاشين وتدقوا على الجرس باش تتابعونا يوصلكم ديما الجديد ديالنا. انتظرونا في فيديو لاحق ان شاء الله. الى اللقاء.